خصائص سورة الكهف وما يعزم عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى، تبركا بذكر اسم الله وافتقارا إلى الله وتفويضا لأمره إلى الله، وأيضا لأن العبد يجهل ما يكون في المستقبل، ففي ذلك فوائد عظيمة. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أراد المسلم أن يقول أمرا، أيعزم على أمر، أن ينوي فعلا، أن يعلقه، إذا نطق أن يعلقه بالله. محاضرة للشيخ الفاضل وليد الغريب حفظه الله كانت بتاريخ 5 جمادى 43 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله، وإليكم المادة المذكورة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه من منة الله تبارك وتعالى علينا أن يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذا المسجد المبارك وفي هذه الدار العامرة بالعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، والتي يقوم عليها شيخنا ووالدنا العلامة الناقد البصير أبو ذر عبد العزيز ابن يحيى البرعي حفظه الله، وحفظ إخوانه وطلابه وجميع أعوانه ومحبيه، وحفظ سائر علمائنا ومشائخنا وسائر المسلمين والمسلمات. ثم إنه ليس لمثلي أن يقف في مثل هذا المقام وفي هذا الموقف، ولكن استجابة لطلب مشائخنا الكرام حفظهم الله، فنستعين بالله على تذكرة أنفسنا وتذكرة آبائنا وإخواننا، وإنه لا بأس أن يذكر المفضول الفاضل. أيها المؤمنون، تذكرتي لنفسي أولا ثم لمن يسمع ثانيا حول خصائص سورة الكهف وما فيها من عبر. وقبل أن أشرع في ذكر خصائصها وفوائدها، فإنني أود أن أنبه إلى أن هذه السورة من السور القليلة التي ثبتت لها خصائص ومزايا دون غيرها. وأما الحديث الذي يذكره كثير أو بعض من المفسرين كالإمام الواحدي والثعلبي وكذلك الزمخشري الذي فيه فضيلة لكل سورة على غيرها، فقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحديث مكذوب، وإن كان قد ألف في فضائل سور القرآن أئمة أعلام كالإمام السيوطي وابن أبي شيبة وغيرهما، إلا أنهم يذكرون ما ورد ولم يشترطوا ما صح. فهذه السورة العظيمة هي من السور التي صح فيها الفضل والتخصيص عن غيرها من السور، وذلك كمثل سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران وتبارك والكافرون والإخلاص والمعوذتين. فهذه السور صح فيها من الفضائل والخصائص
ما لا يصح في غيرها. أيها المسلمون الأكارم، إن الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة المحمدية وفضلها وميزها بهذه الليلة الشريفة وبيومها العظيم وهو يوم الجمعة. وقد ذكر العلامة ابن القيم أن خصائص هذه الليلة ويومها نحو من 33 خصيصة أو 33، وأوصلها بعضهم إلى 47 خصيصة عن سائر الأيام. ومن خصائص هذه الليلة ويومها أن الله تبارك وتعالى جعل لتلاوة سورة الكهف في ليلة الجمعة أو يومها فضيلة عظيمة ومزية كبيرة يتنافس فيها المتنافسون ويتسارع إليها المتسارعون ويرغب فيها وفي فضلها وثوابها المؤمنون الموفقون. فسورة الكهف فيها من الفضائل والخصائص وفيها من الفوائد والعبر. أما من فضائلها فأعظم وأصح ما ورد في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ أو من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال، من أولها. هذه رواية مسلم، وجاءت رواية أخرى من آخرها. نبه الإمام العلامة المحدث الألباني أنها شاذة، وأن الثابتة هي من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة المسيح الدجال. هذه فضيلة عظيمة وخصيصة كبيرة، أن يعصم الله تبارك وتعالى المسلم من أعظم فتنة على الإطلاق ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. فإذا وقى الله عبده من فتنة المسيح الدجال ذلكم الطاغية، ذلكم المفسد في أرض الله الذي يفتتن به أقوام وفئام من الناس لما أعطي من الأشياء التي تبهر العقول وتسحر الألباب، أنه يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت، فحينها يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا من تثبيت الله لعباده أن يعصمهم من فتنة المسيح الدجال التي أمرنا شرعا، بل وكان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلقن أصحابه الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال كما يلقنهم السورة من القرآن، يلقنهم ويحفظهم ويعلمهم ويكرر على مسامعهم هذه الدعوة ليحفظوها، وأمرهم أن يستعيذوا بها دبر كل صلاة بعد التشهد. فيا عباد الله، هذه منحة من الله ووقاية وحماية أعطانا ربنا جل وعلا من كلماته وآياته، أن نحفظها كي يحفظنا ربنا من فتنة المسيح الدجال. احفظ الله يحفظ، هذا من حفظك لدين الله ولكلام الله، ومن حفظك لما أمرك الله بحفظه، فتتسبب في حفظ الله سبحانه وبحمده لك من الفتن العظام، بل من أعظم فتنة على الإطلاق. ومن فضائل هذه السورة وخصائصها
ما جاء عند الإمام النسائي والحاكم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي رواية الدارمي بسند موقوف كما ذكر الإمام العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء الله له ما بينه وبين البيت العتيق، وهو الكعبة المشرفة، البيت العتيق أي القديم الذي هو أول مسجد أسس على وجه الأرض، والذي تعتق كثير من الرقاب بسبب ما يقام حوله من النسك والعبادات العظيمة التي يحبها الله ويرضاها. ففي هاتين الروايتين بيان أن سورة الكهف تقرأ في ليلة الجمعة أو في يومها، كما بوب الإمام المنذري باب فضل قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويومها، أو كما قال رحمه الله. وقال الإمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه: أحب أن تقرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة لما جاء في ذلك، أي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا شرع الله لنا ورغبنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه السورة العظيمة في كل جمعة وفي كل أسبوع مرة في هذه الليلة الفضيلة وفي يومها العظيم؟ لما سمعتم من الأجر ولما سمعتم من الفضل أن الله عز وجل يوفق العبد في أسبوعه ما بينه وبين الجمعة الأخرى بأن يمده بنور من عنده، نور من نور الإيمان، وهذا النور لا يعلم مداه ولا يعلم شموليته ولا يعلم آثاره إلا الله سبحانه وبحمده. فقد ينير الله قلبك وينير الله دربك، وقد ينير الله حياتك، وقد ينير الله سبحانه وتعالى بصرك وبصيرتك، دنياك وآخرتك. فهذا الحديث فيه إطلاق أنار الله له. ماذا ينير له ربي؟ ينير الله عز وجل له القلب الذي هو أساس النور ومكمنه ومستقره ومستودعه وأساسه، لأن القلب إذا استنار استنارت الحياة واطمأنت، وصار العبد يشعر ببحبوحة من الهناء والسعادة والخير. فهذا من فضل الله علينا ومن منته وإكرامه أن أعطانا هذه الفضيلة، فهنيئا لمن حافظ عليها، وهنيئا لمن وفق لتدبر القرآن الكريم. فإنه من حكمة الله عز وجل في مشروعية تلاوة هذه السورة في كل أسبوع أنه سبحانه يريد أن نتدبر هذه الآيات العظيمة التي من عظمتها أن السكينة تنزلت لرجل من الصحابة كان يتلو هذه الآيات، كما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي أو أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذات ليلة سورة الكهف فإذا بفرسه تضطرب وتركض، فنظر فإذا غمامة أو سحابة قد تغشته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة تنزلت للقرآن.
تلك السكينة تنزلت للقرآن. فهذه السورة العظيمة من أعظم القرآن ومن أفضل آيات القرآن التي إذا قرأها العبد مبتغيا الهدى والشفاء ومبتغيا الثواب والعظة والعبرة، فللعبد أن ينوي في تلاوة القرآن كله وفي تلاوة هذه السورة في حد ذاتها أن ينوي نيات كثيرة، ويؤجر على كل نية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكلما كانت نيتك أكمل كان أجرك أتم وأعظم. ومن أعظم الفقه فقه النيات كما قرر العلماء الربانيون، قالوا وددنا لو جعلت مجالس للناس في فقه النيات، لأن النيات هي الأساس للأعمال. أيها المسلمون عباد الله، من خصائص هذه السورة أن ربنا جل وعلا ذكر فيها من العظات والعبر ما لم يذكره في سورة أخرى، ومن ذلك القصص الأربع: قصة أهل الكهف، وقصة صاحب الجنتين، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين. قصص عجيبة وعظيمة، وفيها من تثبيت القلوب وزيادة الإيمان، وكذلك استنارة القلوب والمعرفة بعلام الغيوب سبحانه وتعالى، ما لو تدبرها الإنسان لعلم يقينا أن فيها من العظات والعبر ما جعل الفضائل وجعل الخصائص في قراءتها في كل جمعة، ما جعلها حرية بأن تتلى في كل أسبوع. أيها الإخوة، أولى تلك القصص والعبر هي قصة أهل الكهف. قال بعضهم إن ربنا جل وعلا رغبنا في تلاوة هذه السورة في كل جمعة كي نستضيء بهذه القصة ونستمد منها الثبات في وقت المحن والشدائد والفتن. فهذه القصة من أعجب القصص ومن أعظم القصص التي قصها رب العالمين علينا في كتابه. قال سبحانه وبحمده: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال المفسرون: أي وإن كانت قصة أصحاب الكهف من أعجب القصص، لكنها ليست بأعجب قصة ولا بأعجب آية من آيات الله الدالة على عظمته وقدرته وكمال عنايته بخلقه والصالحين من عباده. فرب العالمين أشار إلى عظمة هذه القصة العظيمة، ولذلك ابتدأ بها قبل غيرها. أم حسبت أن أصحاب الكهف، والكهف هو الغار في الجبل، والرقيم أصح ما قيل فيه أنه الكتاب الذي أقمت فيه أسماء أصحاب الكهف، وقيل غير ذلك. قال الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله: لم يصح في قصة أهل الكهف شيء غير ما ذكر في هذه السورة. والله تبارك وتعالى لم يكلفنا أن نبحث عن مكان أصحاب الكهف وعن بلدتهم وعن أسمائهم أو عن عددهم أو عن غير ذلك، اسم كلبهم أو ما شابه ذلك مما يطيل فيه الناس الخوض والقيل والقال والاختلاف، من غير طائل ولا حجة ولا برهان. فيا أيها المؤمنون، نستفيد من هذا
أن نتدبر القرآن الكريم، فالله عز وجل ما أنزل القرآن إلا للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من المؤسف والله، من المؤسف أن يقرأ الواحد منا سورة الكهف 60 سنة أو 50 سنة أو أقل أو أكثر ولا يفقه معناه ولا يدري بمغزاه ولا ينتفع بعظاتها وعبره، إنما يقرأها مجرد تلاوة. فهذا من التقصير العظيم والتفريط الكبير، هذا من التشبه بأهل الكتاب الذين وصفهم الله بقوله وإن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. على أحد التفسيرين أن قوله إلا أماني أي مجرد تلاوة، لا يفقهون ولا يعملون حتى لو فقهوا. وكذلك أيضا مما يجدر التنبيه عليه أن أهل الخير وطلبة العلم لما يعتادون التلاوة ليلا ونهارا قد يحصل نوع من الغفلة، فتصير الهمة حول الحفظ، كم حفظت وكم راجعت، متى سأكمل، وكيف أسبق غيري في الحفظ أو المراجعة أو التلاوة، من دون الانتباه والتفطن للمعاني والاستفادة من عظمة القرآن وعظاته وأوامره وأحكامه وحكمه. يقول جندب رضي الله عنه: كنا فتيانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال أبو عبد الرحمن السلمي قال عن ابن مسعود وغيره من الصحابة أنهم كانوا إذا حفظوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها حتى يعلموا معناها ويعملوا بمقتضاها. هذا هو المقصود من إنزال القرآن، هذا هو المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى. هذه تذكرة لنفسي أولا، ثم لآبائي وإخواني، إذا استطعنا أن نحفظ القرآن مع حفظ غريب القرآن على الأقل، على الأقل كلمات التي قد تشكل على كثير منا، أو أوجز وأخصر تفسير للقرآن الكريم، فهذا خير عظيم. أن العبد يعي في صدره كلام الله ومعناه فيصير عالما، كما أخبر الله في كتاب الكريم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالقرآن هو أساس العلم، القرآن العظيم هو دين الله وهو صراط الله المستقيم، والسنة النبوية إنما هي مفسرة له ومتممة لأحكامه. أيها الأحبة في الله، مما يستفاد من هذا أهمية التفكر في آيات الله جل وعلا، فالله سبحانه يريد أن نتفكر في آياته وأن نتأمل في عظمته وأن نتدبر أفعاله وعنايته بخلقه وعباده المؤمنين الصالحين، وكذلك نستفيد أهمية تكرار القصص وتلاوة القصص على أسماع المتعلمين والمستمعين والأبناء وهكذا التلاميذ وجميع المسلمين، لأن قصص القرآن فيها العظة وفيها من التذكير وفيها من قرع القلوب، فهي من جنود الله تبارك وتعالى. القصص من جنود الله التي تفتح بها القلوب وتنشرح بها الصدور بفضل الله سبحانه وتعالى،
ولما غفل المسلمون عن قصص القرآن أن يتدبروها وأن يقفوا عند عجائبها وعظاتها وعبرها وفوائدها، فإن كثيرا منهم انشغل بغيرها مما لا طائل تحته ومما فيه المفسدة والمضرة للدين والدنيا من التمثيليات والمسرحيات والقصص المكذوبة والمنسوجة والخيالية وقصص الحب والغرام وما إلى ذلك من الأمور التي أضلت وأفسدت في بلدان المسلمين، إلا من رحم الله رب العالمين. فالله جل وعلا ينوه في هذه السورة بعظمة هذه القصص التي يتلوها علينا ليثبت بها قلوبنا. قال الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فالله عز وجل يخاطب نبيه المعصوم سيد الأولين والآخرين الذي أطلعه الله على آيات بينات، الذي عرج به إلى مكان لم يصل إليه أحد من الخلق، إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، الذي أعطاه الله أعظم معجزة وأعظم آية وأعطاه وأعطاه، ومع ذلك يخاطبه الله بقوله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أفلسنا أحق وأحرى وأحوج وأفقر إلى أن نستمد تثبيت الله لنا بما يقص علينا في كتابه من القصص التي فيها الثبات والعظة والعبرة، لا سيما مثل هذه القصة، قصة أهل الكهف، وهم عبارة عن فتية، أي شباب. قال بعض العلماء: هؤلاء الفتية كانوا في عهد الملك دقيانوس. دقيانوس عندنا في البلاد اليمنية كثير من الناس يقول لك من عهد دقيانوس، يعني إشارة إلى القصة التي حدثت من أهل الكهف لما لبثوا في الكهف 309 سنين وخرجوا بعملتهم القديمة يريدون أن يشتروا بها طعاما. قد تغيرت الأمور وصار للناس عملة جديدة، فالناس يقولون هذه عملة من عهد دقيانوس، وهذا مشهور في كتب التاريخ والتفسير، والله أعلم بصحة ذلك. المقصود أن هؤلاء الفتية كانوا في عهد قوم مشركين طغاة يعبدون غير الله. قال بعض العلماء كما ذكر ابن كثير وغيره أنهم خرجوا مع قومهم في يوم مناسبة عيد، فإذا بالناس يعبدون الأصنام وإذا بمشركون بالله، فاستنكروا هذا تماما بفطرهم السليمة المستقيمة، وأنكروا على قومهم هذا الشرك بالله وانحازوا عنهم، فاجتمعوا على قدر في مكان، وإذا بكل واحد منهم ما حمله على الانحياز والفرار من قومه إلا أنه أنكر عليهم وأنه فر بدينه من أن يشاركهم في أقبح ذنب على الإطلاق، ألا وهو الشرك بالله، أعاذنا الله وإياكم وسائر المسلمين. فقد كان من دعاء خليل الرحمن إمام الحنفاء والموحدين أنه كان يقول: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو أبعد الناس عن الشرك في عهده، ومع ذلك يسأل الله أن يعصمه من فتنة الأصنام وعبادتها. فهؤلاء الشباب، هؤلاء الفتية، رب العالمين قذف في قلوبهم أن هذه الأعمال لا تليق وأنها لا تصلح، أن العبد الذي خلقه الله والذي أنعم عليه والذي أكرمه فإذا به يعبد غيره كعبد يعمل مع سيده
ويؤدي الغلة لغير سيده، يعمل مع سيده في متجره ويؤدي الغلة لغيره، فهذا أكبر ظلم وأعظم ذنب على الإطلاق. أيها المسلمون، استنبط أهل العلم من هذه القصة من الفوائد أن الشباب غالبا يكونون سريعي الاستجابة ويكونون حريصين على الاستقامة، ولذلك كان أكثر من آمن برسول الله وعاضده على أمره وفتحوا الفتوحات هم الشباب، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخص الشباب بمزيد من الحديث والعظة والإرشاد والتوجيه. ومن ذلك قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، متفق عليه. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يسأل يوم القيامة عن شبابه وعن عمره، مع أن الشباب هو من العمر، لكن لما للشباب من مزية ولما فيه من تكامل القوى، وكذلك الدواعي والأسباب والآلات التي يستطاع اغتنامها واستغلالها في نفع النفس أولا ونفع الآخرين وخدمة الدين، فلذلك كان له التنصيص والتخصيص بالذكر. فنستفيد من هذا أن نحافظ على شبابنا وأن نذكر الشباب جميعا بنعمة الشباب، وأن يقص عليهم قصة هؤلاء الشباب الذين ثبتوا على دينهم وخلد الله سبحانه وبحمده في القرآن ذكرهم إلى قيام الساعة، لما سطروا بعزمهم وإيمانهم وثباتهم وفرارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى من الثبات والاستقامة والرغبة فيما عند الله سبحانه وبحمده. أيها الأحبة في الله، هؤلاء فتية آمنوا بربهم فزادهم الله جل وعلا هدى. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال أهل العلم: يستفاد من هذا أن الإيمان يزيد بالطاعة وأنه ينقص بالمعصية، وهذا ما عليه إجماع أهل السنة والجماعة، والأدلة على ذلك كثيرة. فيستفاد من هذا أن من أوى إلى الله آواه الله، وأن من استعان بالله أعانه الله، وأن من أقبل على الله أقبل الله عليه. إنك إن تقربت إلى الله شبرا تقرب إليك ذراعا، وإن تقربت إليه ذراعا تقرب منك باعا، وإن أتيته تمشي أتاك هرولة. هؤلاء فتية آمنوا بالله فزادهم الله إيمانا. فنستفيد من ذلك أهمية سلوك طريق الهداية، وأن نجاهد أنفسنا على أن نهتدي على دين ربنا وصراطه المستقيم الذي شرعه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما يستفاد من هذه القصة على وجه الخصوص أهمية العزلة وأهمية الهجرة في وقت الفتن الشديدة التي لا يستطيع المسلم أن يقيم بها وفيها دينه وشعائر الله التي فرضها عليه. فالله عز وجل قال في كتابه: إذ أوى الفتية إلى الكهف. ذكر بعض العلماء أن هؤلاء الفتية كانوا من أبناء الأثرياء وكبراء القوم، لكنهم هجروا تلك المنازل الفارهة والقصور العالية واستبدلوها بالغار الذي ليس فيه الفراش الوثير وليس فيه أشهى المأكولات ولا الجواهر ولا الشهوات والملذات،
فهؤلاء هجروا تلك الملذات كلها لماذا؟ فرارا بدينهم، لأنهم لم يتمكنوا من إقامة الدين، لأنهم متوعدون بالعذاب الأليم إنهم استمروا على إيمانهم ورفضوا ما عليه قومهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، فالمسلم مطالب أن يقيم عبودية الله. يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وقال الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذه الآيات أنزلت في قوم مسلمين كانوا بمكة لم يهاجروا، كما هاجر الرسول وأصحابه الكرام، هجروا بلادهم التي هي أحب البلاد إلى الله ثم إليهم، هجروا مساكنهم وأموالهم وأقرباهم استجابة لأمر الله. فكيف بشأن المسلم الذي ليس فقط في يعني في بلاد المشركين وآثر البقاء فيها عن أن يهاجر إلى بلاد المسلمين؟ كيف بالمسلم الذي يترك بلاد الإسلام ويرحل إلى بلاد الكفار من أجل لعاعة الدنيا، من أجل المال، من أجل الشهوات، وكأن رزق الله قد حصر على بلاد الكفار، مع أنه لا يجوز للمسلم كما قرر أهل العلم أن يذهب إلى بلاد الكفار، أن يغترب في بلاد الكفار، أن يقيم في بلاد الكفار إلا بشروط ودوافع مهمة، أن يكون هنالك غاية شريفة ومنيفة، كأن يبتعثه ولي الأمر لأمور يحتاجها المسلمون، وأن يكون عنده قوة علمية يدفع بها الشبهات وقوة إيمانية يدفع بها الشهوات. لكن الآن صار حال كثير من الشباب يذهب لا عنده علم ولا عنده إيمان قوي يدفع به المعاصي والذنوب، فإذا به يتورط هنالك بأفكار ويتورط بأعمال وآثام إن لم يخذل ويرتد عن الدين عياذا بالله رب العالمين. فكم من إنسان رجع من بلاد الكافرين مستنكرا متذمرا متضجرا من دين الله ومن عباد الله ومن حياة المسلمين الإيمانية، يتضايق من الأذان، يتضايق من أحكام الدين ومن كذلك الأوامر الشرعية بسبب ما اعتاده في بلاد الكفار. أيها المسلمون، الهجرة لم تنقطع من بلاد الكفر، وألحق أهل العلم من بلاد البدعة وبلاد المعصية التي طغت وعمت، بحيث صار المسلم لا يقدر على أن يفر منها وأن يقيم عبودية الله كما أمر الله عز وجل. فالهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة مستمرة، فيجب على المسلم أن يكون عنده غيرة على دينه أعظم من غيرته على ماله وعلى جاهه وعلى وطنه وأرضه. فهؤلاء الشباب لنا فيهم عبرة أنهم فروا بدينهم من أقوامهم كي ينجوا من الشرك الأثيم وهذا الذنب العظيم، آووا إلى الله فجعل الله لهم فرجا ومخرجا، وجعل الله لهم كرامة، وسطر الله ذكرهم وتاريخهم إلى قيام الساعة بسبب ثباتهم وفرارهم بدينهم من الوقوع في الشرك بالله جل وعلا.
أيها المسلمون، من فوائد هذه القصة ما ذكره أهل العلم عن هؤلاء الفتية الذين ربط الله على قلوبهم حينما قاموا في قومهم مستنكرين وناهين ومحذرين ومبينين بطلان ما عليه قومهم من الشرك بالله عز وجل وعبادة غيره. قال تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، أي قولا بعيدا عن الهدى والصواب، قولا باطلا في غاية البطلان. فالله ثبت قلوبهم، وهذا هو معنى الربط، أنه ثبت هذه القلوب وعصمها من الافتتان بما عليه تلك الأقوام من الشرك بالله رب العالمين. يستفاد من هذه القصة إثبات كرامات الأولياء، فالأولياء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما بين الله في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا قال أهل العلم بما يجري لهم في المنام من المبشرات الصالحة وهي جزء من النبوة، وما يجري لهم أيضا من الكرامات وهي الأشياء الخارقة للعادة، أشياء خارقة للعادة مثل هذه الكرامة، أقوام شباب يمكثون في الغار 900 سنة من دون طعام من دون شراب وهم رقود، من الذي حفظهم؟ إنه الله. من الذي أبقاهم؟ إنه الله. من الذي حماهم من السباع وغيرها من المخلوقات؟ إنه الله. من الذي حمى أجسادهم أن تتلف من الأرض؟ إنه الله الذي كان يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، قال أهل العلم لئلا تتلف أجسادهم فكان الله يقلبهم، وكانت الشمس تدخل على غارهم في الصباح وفي المساء من أجل أن تعقم لهم الجو ومن أجل ألا يتعفن المكان. هذا من لطف الله ومن كرامة هؤلاء التي من الله سبحانه وبحمده عليهم بها. فإثبات الكرامات هو إثبات لما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنكارها إنكار لما أثبته الله ورسوله، والمبالغة فيها بأن يجعل لمن أكرم شيء من الغلو والدعاء والاستغاثة والنذر والذبح والاعتقاد الفاسد بأن له تأثيرا وبأن لديه نفعا وضرا، فهذا أيضا من الإفراط في حق هذه الكرامات. فالناس ما بين إفراط وتفريط، ولا يلزم أن يكون لكل مسلم كرامة حتى لو كان مستقيما، لا يلزم أن يكون له كرامة بمعنى شيء خارق للعادة، وإلا فهو في كرامات كثيرة أعظمها الاستقامة. قال العلماء: كن باحثا عن الاستقامة لا عن الكرامة، وقالوا الكرامة لزوم الاستقامة، هذه كرامة من الله أن القلوب التي تتقلب كما يتقلب الماء حينما يشتد غليانه وفورانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتغيير، أو كما قال الشاعر: احذر على القلب من التقلب. ومن أسباب ثباتك أن تبحث عن الاستقامة وامتثال أمر الله ولا تبحث عن الكرامة. أيها الإخوة، أيها الآباء، التدبر لهذه القصة في حد ذاتها فيه من الفوائد الشيء الكثير،
ومن ذلك أن العلماء استنبطوا أنه كان في دين وشرع من قبلنا لا يجوز للإنسان أن يقبل الإكراه، بل أن يثبت على دينه ولو كان على رقبته. لكن في دين الله جل وعلا قال الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. استنبطوا ذلك من قوله: إنهم إن يظهروا عليكم إيش بعده؟ يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. واستنبط العلماء أيضا النهي عن بناء القباب والمشاهد على القبور، قبور الصالحين أو الأنبياء، وأن هذا كان من عادات من قبلنا. ولهذا قال الله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الذين غلبوا على أمرهم قالوا هم أهل القوة وأهل الأمر، أرادوا أن يجعلوا قبة ذكرى لهؤلاء الرجال الصالحين، مع أن ذلك ذريعة ومدعاة إلى الوقوع في الشرك بالله والغلو في هؤلاء الصالحين ودعائهم من دون الله. ولذلك كان من آخر ما أوصى به رسول الله وما قاله نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. يعني لولا هذا النهي لأبرز قبر النبي صلى الله عليه وسلم وعظم في حياته. سيقول قائل، أقصد بعد موته، سيقول قائل: أليس هنالك قبة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيقال: بلى، لكن الذي أحدث القبة ليس بأمر النبي ولا بفعل الخلفاء الراشدين ولا الصحابة الكرام المهديين، بل ولا التابعين ولا تابع التابعين، بل حدث في القرن الرابع في خلافة الوليد بن عبد الملك حصل هذا الأمر. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أشد التحذير، لأنه ذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه. ويستفاد من هذه القصة فوائد كثيرة، منها أن المسلم لا يخوض فيما لا فائدة فيه. سيقولون ثلاثة، رابعهم كلب، ويقولون خمسة، سادسهم كلبهم، رجما بالغيب، يعني ما في برهان، إنما تخمين وحدث. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم: قل ربي أعلم بما لبثوا، قل ربي أعلم بعدتهم، ما يعلمهم إلا قليل. استنبط ابن عباس رضي الله عنهما أن عددهم سبعة وأن ثامنهم كلبهم. لماذا؟ لأن الله ذكر القولين الأولين فأنكرهما، وذكر القول الثالث فسكت عنه. لكن كما سمع لا ينفع الخوض في هذا، لأنهم يكونون ستة أو سبعة أو خمسة، هذا أمر ليس من وراء فائدة شرعية، لا يترتب على ذلك حكم شرعي أو فائدة دينية أو ثمرة مطلوبة. وهذا عبرة في كل المسائل، ليس في هذه المسألة فحسب، كل شيء ليس من ورائه فائدة، ليس من ورائه طائل. إيش عصا موسى؟ من أي شجرة؟ ما كذا؟ ما اسم الحمار؟ ما اسم الكلب؟ ما اسم كذا؟ هذه الأشياء لا يخوض فيها الإنسان إذا لم يكن فيه برهان. ويستفاد من هذه القصة العظيمة فائدة كبيرة: أهمية وفضيلة مجالسة الصالحين والعلماء العاملين، فإن الإنسان ينتفع بمجالستهم في دينه وفي دنياه وفي أخراه. هذا كلب جالس هؤلاء الفتية الصالحين واختار أن يكون حارسا لهم في الباب، اختار أن يكون حارسا ولم يدخل إكراما لهؤلاء الفتية. قال بعض العلماء: لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب وصورة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذه كرامة أخرى لهؤلاء الفتية، أن الكلب مكث خارجا عن الغار في بابه ولم يكن داخلا منه، فاستفاد هذا الكلب بمجالسته لهم أن الله ذكره.
وأن قصته معهم تتلى إلى يوم القيامة. هذا كلب، فكيف بك يا عبد الله؟ حتى لو كنت لا تقرأ ولا تكتب، لكنك تصلي وتجالس المصلين وتجالس الصالحين والعلماء وطلبة العلم، وإن كنت لست مثلهم لا في العلم ولا في العمل ولا في الصلاح، مع أنه والله يوجد من الناس من هو قليل العلم أو عامي، يعني عامي في مجال العلم، لكنه أبلغ عند الله وأعظم من كثير من طلبة العلم بما عنده من حب لله ورسوله ولدينه، وما عنده من رغبة ورهبة، وما عنده من إيمان وإخلاص. فالعبرة ليست بكثرة العلم ولا بقلته، لكن المقصود أن بعض الناس يحتقر نفسه، يجلس مع طلبة العلم فيراهم يتذاكرون المسائل والفقه والأحاديث وهو لا يستطيع أن يحفظ ولا أن يفهم، فإذا به ينفر وإذا به يتعقد أو يتثبط عن أن يجالسهم، ويقول إنني لن أستطيع أن أستفيد أو أن أتعلم، الناس يتعلمون، الأولاد الصغار يحفظون، وأنا كبير في الجسم والسن وكذا وما فهمت. لا، مجالسة الصالحين فيه خير عظيم جدا، لو لم يكن إلا بركة المجلس، لو لم يكن إلا أنك تسمع ما يثلج صدرك من كلام الله وكلام رسوله، تستفيد النصائح، تستفيد أقل شيء أنك تعتزل أهل الشر، نعمة عظيمة، اعتزلت أهل الشر، سلمت من الإثم، وجالست أهل البر والإحسان. ففي فوائد كثيرة جدا يستفاد من هذه القصة. أيضا أن العبد يعلق آماله وما يعزم عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى، تبركا بذكر اسم الله، وافتقارا إلى الله، وتفويضا لأمره إلى الله، وأيضا لأن العبد يجهل ما يكون في المستقبل، ففي ذلك فوائد عظيمة. قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذا أراد المسلم أن يقول أمرا، أيعزم على أمر أن ينوي فعلا، أن يعلقه إذا نطق، أن يعلقه بالله وبمشيئة الله، كما سمعت من باب التبرك والاستعانة، ومن باب التفويض للأمور إلى الله جل وعلا. وفي ذلك عبرة، وقد حصل لسليمان النبي كما في الصحيحين أنه عزم وقال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، في رواية 90 أو 99، كل امرأة منهن تلد غلاما فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له الملك، أو قيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل، فلم تلد منهن إلا امرأة شق غلام، شق غلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قال إن شاء الله لم يحنث، لأنه أقسم وكان دركا لحاجته وأدرك حاجته. فهذا فيه من علامات التوفيق، أن المسلم يعلق آماله بالله ويربط أموره المستقبلية بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكثير من الناس يخلط في هذه المسألة بين الدعاء وبين الإخبار، فإذا به يقول إن شاء الله على كل شيء، حتى على الأمر الماضي. هل اصطبحت؟ قال: نعم إن شاء الله. كيف إن شاء الله؟ قد اصطبحت وانتهيت. لا ينبغي هذا، لا يصلح أن تقول إن شاء الله في أمر قد مضى، إلا إذا كان قصدك القبول. مثلا: هل صمت؟ فتقول: إن شاء الله، يعني عند الله هل كتبت صائما أو لا. والأفضل للعبد أن يقول: الحمد لله، أو أسأل الله التوفيق، أسأل الله أن يعين، أحسن. وبعضهم يقول ذلك في الدعاء: الله يوفقك إن شاء الله، الله يعينك إن شاء الله. هذا لا يصلح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، إنما تقول إن شاء الله في الأمر المستقبلي: سأفعل إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله، سآكل إن شاء الله، يعني أصوم إن شاء الله، وهكذا.
أيها الإخوة الكرام، أيضا يستفاد أن الإنسان إذا نسي شيئا أن يذكر الله لما في ذكر الله من الخير والبركة، ولما في ذكر الله تبارك وتعالى من التذكر للأشياء التي نسيتها، فتستفيد أجرا وتستفيد ثمرة عاجلة في الدنيا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. بعض الناس إذا نسي شيئا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم صل على محمد، والصلاة على النبي هي من ذكر الله، لكن الله قال واذكر ربك، تقول لا إله إلا الله، تسبح الله، تصلي. ذكروا عن أبي حنيفة أن رجلا شكى إليه أنه وضع مالا في مكان ونسي هذا المكان، فقال توضأ وصلي ركعتين، فتوضأ وصلى ركعتين، فما إن شرع في صلاته إلا وذكر موضع ذلك المال. أيها الإخوة، أيها الأحبة، هذه القصة فيها من الفوائد والعظات والعبر الشيء الكثير. لو قرأتم كتب التفسير لوجدتم العلم الغزير، إنما هذه ذكرى وإشارة ولفتة. وهكذا قصة أصحاب الجنتين، قصة عظيمة وعبرة قوية جدا لأهل الأموال الذين يفتتنون بالأموال ويغترون بها ويطغون وينسون ويلتهون عن ذكر الله وعن دين الله وعن العمل للقاء الله. فذلك الرجل أعطاه الله النعمة والجنتين اللتين قال الله عنهما كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. أعطاه الله سبحانه وتعالى نعيما، أعطاه الله سبحانه ملكا عظيما، لكنه اغتر وتكبر وطغى فجحد نعمة الله، فكانت عاقبته ما علمتم، أن الله سبحانه وتعالى أهلك ودمر وحطم تلك الجنات أو كلتا الجنتين اللتين أعطاه إياهما. فإذا به يعض أصابع الندم بعد أن احترقت تلك الجنات وانتهت وتلاشت عقوبة الله بسبب جحوده لنعمة الله وإشراكه بالله وتكذيبه للعودة إلى الله. ففي عظة لنجم، إذا أعطانا الله المال، الصحة، أعطانا الله الأولاد، أعطانا الله سبحانه ما أعطانا من النعم، أن نتواضع لله وأن نشكر الله. وهكذا رعاكم الله، لو تأملنا في قصة موسى مع الخضر وفيها من العظات والعبر الشيء الكثير، وقصة ذي القرنين، وما أدراكم ما تلك القصة التي أشاد القرآن بها، ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ففيها من الفوائد والعظات والعبر، فما علينا إلا أن نعرف لهذه السورة فضلها، وما علينا إلا أن نقرأها بنيات كثيرة، نية الامتثال، ونية التدبر، ونية نيل الأجر، ونية الاستفادة والاعتبار والاتعاظ. فبإذن الله إذا قرأنا هذه السورة مؤمنين بها وبفضلها ومستمدين من ربنا التوفيق والبركة والنور، فإنها ستكون لنا زادا لأيامنا المستقبلية. وقد قال العلماء الجمعة ميزان الأسبوع، إذا صلحت الجمعة صلح سائر الأسبوع. فإذا حافظنا على هذه الفضائل ربنا سبحانه يوفقنا ويعصمنا ويمدنا بنور من عنده. أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم، وأن يجعلنا من المتدبرين المتفكرين العاملين بآياته. أسأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله قائدا لنا إلى كل خير وحجة لنا لا علينا. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يديم علينا وعليكم نعمته، وأن يحفظ علينا وعليكم دين الإسلام، وأن يبارك لنا ولكم في القرآن وفيما أعطانا من الخير والنعم وأسدى وأولى من المنن. أسأله سبحانه وتعالى
أن يثبت قلوبنا، فهو سبحانه مقلب القلوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل للمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، واحفظ بلدنا هذا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أحل علينا نعمك واصرف عنا نقمك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.